ونقلا عن مصادر رفيعة المستوى للقاهرة الإخبارية، الدولة بتقوم باتصالات مكثفة لاستعادة الهدوء بالقطاع بالتزامن مع إنفاذ الوقود والمستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع اللي معظمها خلاص بقى خارج الخدمة. وفي نفس السياق حذرت من كارثة إنسانية في ظل استمرار استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات والمخابز ومخازن المساعدات والمناطق الآمنة بالقطاع. ما بقاش في حتة في هذا القطاع آمنة. ورغم صعوبة الأوضاع إلا أن في أمل دائما بالعمل الجاد السياسي الدبلوماسي الإنساني الضغط المصري لإيمانه بعدالة قضيته. طيب، ينضم لنا هاتفيا الكاتب الصحفي أستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ أكرم. يعني العواجل اللي قرأناها منذ لحظات على الناس إن إسرائيل، مصادر إسرائيلية أعلنت إن هم بيقبلوا بصفقة تبادل الأسرى، إن هم مستعدين للتهدئة. كيف تقرأ هذا؟ يعني نقدر نقول انقلاب في المواقف من رفض تام ويعني تلويح بأن هم هيكملوا وغير عابئين بأي قرارات أممية إلى هذه العواجل التي نراها على الشاشة. وطبعا التحول ده هو مش انقلاب، هو تحول طبيعي، لانه نتنياهو وحكومته المتطرفه وجدوا انفسهم في مأزق وانهم عالقين. والحقيقه انه المبادره لوقف اطلاق النار اللي قدمتها مصر على مدى الشهور اللي فاتت، الحقيقه هي بتخرج الاطراف المتطرفه الاطراف المختلفه من مأزق كبير، لان نتنياهو في مأزق امام المجتمع الاسرائيلي، سواء متطرفين او معتدلين، شايفين انه لم يفي بوعوده في اعاده المحتجزين بالحرب. ومؤخرا هو اعاد، يمكن عثر على جثث لبعضهم، لكن هو اقتحم رفح رغم التحذيرات المصريه والتحذيرات حتى الامريكيه والامميه. بالتاكيد الموقف امام محكمه العدل الدوليه وانضمام مصر وموقفها الحاسم الحقيقه تجاه اسرائيل، لانه رفضت حتى التعامل معاهم في معبر رفح الا باعتبارهم قوه محتله، وبالتالي دخلت من معبر كرم ابو سالم لعلاقتها الانسانيه ولاعتبار القضيه الفلسطينيه اساسيه. فهنا احنا بنرى انه الحكومه الاسرائيليه المتطرفه اللي اصابها بعض الغرور او كثير من الغرور في اقتحام رفح وفي عملياته، اكتشفت انها لم تنتج في النهايه لا العثور على من تريد العثور عليهم ولا هزيمة المقاومة كما زعم نتنياهو من البداية، يعني بالرغم من حرب الدمار والتدمير، بالإضافة إلى الصورة التي لا يجب أن يستهين بها أحد. الحقيقة انضمام مصر إلى جنوب أفريقيا في محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية من ناحية، الأمر الآخر الموقف الحاسم وتهديد مصر بأنها تبتعد وتلغي وساطتها، بالإضافة إلى كثير من التفاصيل ربما بعضها معلن وبعضها غير معلن، مصر الحقيقة كل النقاط دي، إضافة إلى الموقف الأمريكي الحقيقة، لأنه الولايات المتحدة لما اتصلت بمصر وطلبت أنه مصر تستمر في المساعدات، الحقيقة أنه ده كان جزء من الأمر الآخر، أنه الرئيس وضح جدا للرئيس الأمريكي زي ما وضح له قبل كده انه مصر ضد التصفيه وضد التهجير وغيره. كل دي عناصر الحقيقه كشفت بشكل كبير، لانه نتنياهو اللي اصابه الغرور اصبح النهارده في انقسام في حكومته، في ناس يعني جالانت وزير الدفاع اللي بيقول له انت مش عارف تعمل ايه في اليوم التالي للحرب، ما عندكش مخططات ولا خطط، واحنا لا يمكن نظل لحكم القطاع. اطراف نتنياهو واطراف اخرى يقولوا انه ضد الدوله الفلسطينيه او غيره. العالم النهارده عالميا بالرغم من اوروبا وامريكا كحكومات وانظمه مع اسرائيل او بعضها مع اسرائيل، النهارده انقلابات في دول بتعترف بالدوله الفلسطينيه، في اوروبا وحتى في المانيا. اما سئل المتحدث بانه هل تقبضوا على نتنياهو، قال احنا ملتزمين بالقانون الدولي على الجنائيه. يعني كل ده بيدي انطباع انه المجتمعات الأوروبية، يعني أي نضال سلمي قريب لصالح الدولة الفلسطينية أو ضد هذا العدوان أعتقد ينجح، بالإضافة إلى مواقف الحياة المصرية الحاسمة جدا
واللي انتجت بالتاكيد هذا الموقف لانها بتخرج الحقيقه بالاحتلال ونتنياهو وحكومته من المأزق الكبير جدا اللي هم عالقين فيه الحقيقه، هم عالقين فعلا في الحرب يعني. طيب لاي مدى ممكن نثق في التصريحات الإسرائيلية في هذه الحكومة؟ يعني الانقسام أو الضغوطات الداخلية الإسرائيلية مش جديدة، هي بقالها فترة. إلى أي مدى ممكن حضرتك شايف أن فعلا يكون في نقاط التقاء وتحرك للأمام فيما يتعلق بموضوع وقف تام لإطلاق النار، مش بس موضوع رفح لكن احنا بنتكلم على القطاع ككل، وموضوع تبادل الأسرى، لأن ده هيحملنا بعد كده لمرحلة أو للخطوة التالية، وهي إن احنا نتكلم عن اليوم التالي لغزة، مين اللي يعني هيدير شؤون القطاع، ثم من ثم حل الدولتين. أولا يعني يمكن هبدأ من الآخر من موضوع حل الدولتين. حل الدولتين أصبح بيطرح نفسه أمام العالم بشكل لم يحدث من قبل، والقضية خدت وجهها. لكن خلينا نقول إنه الثقة في حكومة نتنياهو، هو الحقيقة قبول أي حرب في الدنيا أو أي عمليات عسكرية لها أهداف سياسية. نتنياهو أعلن أهداف سياسية، الواقع أنه لم يحقق منها شيء أمام حتى المجتمع الإسرائيلي، بمعنى أنه لم يستعد المحتجزين بالحرب، لم يحقق السلم والاستقرار للمجتمع الإسرائيلي، الاقتصاد والاستدعاء الاحتياط لأطول فترة في تاريخ حروب إسرائيل، حتى في ظل شدة حروبها لم تستدع هذا الاحتياط، الجامعات المدارس الشركات الاقتصاد مشلول، لولا أنه أمريكا بتعطيه النهاردة يوم بيوم كان هيبقى عنده مأزق إضافي. صحيح أمريكا بتدعمه لكن الاقتصاد الإسرائيلي منهار بشكل يعني بتقارير إسرائيلية وغيره. الأمر المهم هنا انه ما حققش اهداف غير صورته كحرب اباده امام في غزه والاطفال والنساء، وده تفاعله كبير بالاضافه سابقه لم تحدث الذهاب الى محكمه العدل الدوليه، ولا لا يمكن الاستهانه بهذا الامر لانه يمكن ان يتطور بعد ذلك. كل دي نقاط بتصب في صالح انه مش فكره الثقه في الحكومه الاسرائيليه، لكن واقع بيفرض ربما التحرك بشكل مختلف، وامر واقع بيفرض عليه قبول هذا الامر، بالاضافه الى موقف مصر الحاسم وموقف الولايات المتحده حتى اللي ترى نتنياهو خطر على نفسه وعلى المنطقه وعلى العالم، وبالتالي فاليوم التالي هو مأزقه فعلا. السؤال اللي انت بتساليه وهو مهم اللي هو مطروح داخل الحكومه الاسرائيليه، يوم التالي للحرب هو من سيدير غزة ومرتبك، مش عايزين السلطة الفلسطينية، مش عايزين حماس، مفهوم. مش عايزين حد. طب هل انت هتستمر بالإضافة إلى لا إنه طبعا الدولة الفلسطينية والاعترافات اللي توالت في العالم، وأعتقد أنه لازم هنواجه هذه التساؤلات يعني شاءوا أم أبوا يعني في القريب، لأن أعتقد أنه إطالة أمد هذه الحرب غير مطروح. الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك.